عندي الهورايزنتال سكيل هو اختيار النسبة المئوية لتكبير الخط أفقيا. عندي التراكينج هو شو؟ التراكينج هو عبارة عن التحكم بالمسافة بين الحروف بالنص اللي تم تحديده. Alt وزائد. سهم. الليدنج هو التحكم بالمسافة بين السطور. Alt وأسهم. هاي اسمها الليدنج. باراجراف فورماتنج كنترولز أهم الأوامر بالباراجراف. يلي هي Alignment و Justification بتمثل رموز ضبط محاذاة النصوص. Alignment و Justification. Left Indent بتحدد المسافة بين الكتابة والحد الأيسر من مساحة الكتابة. First Line Indent هي عبارة عن تحديد المسافة اللي بيبدأ بعدها أول سطر بالباراجراف. عندي الـ Add Space Before Paragraph هي شو؟ تحديد المسافة قبل الباراجراف. Text Direction هي عبارة عن تحديد اتجاه الكتابة من اليمين للشمال أو العكس، وهو اختيار مهم جدا في كتابة اللغة العربية. الهيفينيت هو الأمر المسؤول عن تكملة الكلمة بالسطر التالي إذا كانت الكلمة أكبر من المسافة المتبقية في السطر. رايت اندنت هي بتحدد المسافة بين الكتابة والحد الأيمن من مساحة الكتابة، وآد سبيس افتر باراجراف بتحدد المسافة بعد الباراجراف.